الدبل لوكينج بروتوكول بيتضمن 3 خطوات قبل ما الريسيفر بيحصل على الشيرد سيكريت كي. احنا بس عايزين نأكد على نقطة، ان انا هنا مش هقول كلمة انكريبشن ولا ديكريبشن. اما اجي اتكلم عن الانكريبت فانا هقول انه بيتم وضع الرسالة جوه صندوق وبيتقفل الصندوق. لو انا بقول ديكريبشن يبقى انا بفتح الصندوق واطلع الرسالة. فالدبل لوك بروتوكول بيشمل الخطوات اللي انا هتكلم فيها دلوقتي. اول حاجة انه الترانسميتر بيضع الكي او الشيرد كي داخل صندوق ويقفله بالمفتاح الخاص بيه، وبيبعت الناتج للطرف الاخر اللي هو الريسيفر. الخطوة التانية الريسيفر بياخد الصندوق اللي مقفول بمفتاح الترانسميتر ويقفله بمفتاحه، يعني معنى كده ان هو يشفره مرة تانية. معنى كده ان الصندوق في الحالة دي بيسموه double locked with padlock. يبقى المفروض ان الصندوق هنا اتقفل بالمفتاحين. الصندوق دلوقتي عنده ترانسميتر، الترانسميتر هيعمل عملية ديكريبشن. يبقى اذا عندما يصل الشيرد كي المشفر بمفتاحين او الصندوق المغلق بمفتاحين للترانسميتر، هيقوم الترانسميتر اللي موجود عندي دوت بفك التشفير، يعني هيفتح الصندوق، يعني هيشيل المفتاح الخاص بيه. يبقى اذا دلوقتي الصندوق اللي فيه الشيرد كي مقفول بمفتاح واحد بس اللي هو خاص بالريسيفر. طيب المفروض انه الترانسميتر هيبعت لمين؟ هيبعت للريسيفر الصندوق ده. اما يوصل الريسيفر الصندوق اللي فيه الشيرد كي اللي مقفول بالمفتاح الخاص بيه، يبقى المفروض انه هيستخدم المفتاح الخاص بالريسيفر ويحصل على الشيرد كي. لازم نراجع حاجه، نقول ان الكي اكسشينج بروبلم اللي هي مشكله تبادل الكي ما بين السورس والديستنيشن، اللي هي اهم عيوب اللي موجوده في السيمتريك سيستم، بيتم حلها بطريقتين اتنين، يا اما بنستخدم الدبل لوكينج بروتوكول يا اما بنستخدم الاسيمتريك كي سيستم اللي هو البابليك كي سيستم. يبقى بيقول هنا الاسيمتريك كي سيستم هو عباره عن alternative solution، حل بديل لمشكله الكي اكسشينج بروبلم. ازاي؟ انه بيتم استخدام 2 كي، واحد للتشفير والتاني لفك التشفير، وكمان ان كل communication entity يعني كل user بيكون عنده pair of keys، يعني public key و private key. ال public key بيكون متاح لكل الناس عشان تستخدمه في التشفير لي، انما ال private key بيكون معاه هو فقط ويعتبر كإثبات للهوية. بيقول لي ان ال asymmetric key system او اللي بيسموه ال public key system بيستخدم 2 different key، والمسج بيتم تشفيرها باستخدام واحد منهم وبتتفخ التشفير باستخدام المفتاح التاني. يعني لو انا شفرت رسالة باستخدام ال public key يتم فك تشفيرها باستخدام البرايفت كي، لو انا شفرتها بالبرايفت يبقى هيتفك تشفيرها بالبابليك كي والعكس. هنا بيقول لي ان البابليك كي الجوريثم كان الاو يا اما سيادتك تشفر باستخدام البابليك كي او البرايفت كي فور ذا انكريبشن، وذ ذا ريمينينج كي مع الكي الثاني هيستخدم لفك التشفير. يبقى اذا الميجر ادفانتج، الميزه الاساسيه للاسيمتريك كي سيستم، انه انها بيكون مور سيكيور. ليه؟ since no exchange of keys، مش محتاجين ان احنا نعمل تبادل للكيز ما بين السورس والديستنيشن، لكن عيبه ان هو اكتر بطئا من السيمتريك. يبقى دلوقتي السيمتريك سريع لكن انسيكيور، الاسيمتريك بطيء لكن مور سيكيور. طبعا احنا بنقول دلوقتي ان كل يوزر بيكون عنده بابليك كي وبرايفت كي. طب البابليك كي ده بيكون متاح لكل الناس، طب هل لو حد عارف البابليك كي بتاعي يقدر يطلع البرايفت كي الخاصة بيا؟ لا، النظرية نفسها بتقول لي انه البابليك كي والبرايفت كي بيكونوا ماتيماتيكالي ريليتد، مرتبطين رياضيا، لكن لا يمكن ان انت تستخرج البابليك كي من البرايفت كي او البرايفت كي من البابليك كي. يبقى اذا both keys are mathematically related to each other but in a very complex way، بطريقة معقدة جدا، and it is computationally infeasible، يعني لا يمكن حسابيا او رياضيا ان انا اشتق او اجيب واحد من الثاني، اجيب البابليك كي من البرايفت كي او العكس. نتكلم على البرايم نمبر اللي هي الاعداد الاوليه والفاكتورايزيشن اللي هو التحليل. كلمه عدد اولي اللي هو بيسموه البرايم نمبر هو عدد بيقبل الاسم على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط. على سبيل المثال الاثنين تقبل الاسم على 2 وتقبل الاسم على 1، يبقى الاثنين عدد أولي.
لكن الأربعة، أربعة تقبل الاسم على الواحد؟ أوكي. تقبل الاسم على أربعة؟ أوكي. لكن الأربعة تقبل الاسم على اتنين كمان، يبقى معنى كده إن هي بتقبل الاسم على واحد واتنين وأربعة، يبقى ما متحققش الشرط الأولاني. يبقى دلوقتي أنا عندي الأرقام، يا إما بيكون أرقام بيسموها compound number يا إما prime number. البرايم نمبر هو العدد الأولي اللي بيقبل الاسم على نفسه وعلى الواحد الصحيح، وبيكون ليه اتنين فاكتورز فقط. إنما الكومباوند نمبر بيقبل الاسم على أي عدد وبيكون ليه أكتر من عاملين أو أكتر من اتنين فاكتور. طيب يا ترى الواحد عدد أولي؟ لا، الواحد بيقبل الاسم على نفسه فقط، يعني الواحد بيكون ليه ون فاكتور، وبالتالي الواحد لا يعتبر عدد أولي. أول 100 رقم يعني من الصفر أو من الواحد للمية في 25 عدد أولي، في خلال من واحد لألف في 168 عدد أولي، ما بين الألف وواحد والألفين في 135 عدد أولي. مفيش قانون أقدر أطلع به الأعداد الأولية، يعني مفيش حاجة تقولي والله هي الأعداد اللي بتقبل الاسم على خمسة أو سبعة أو تسعة، لأ، هي المفروض إنها بتقبل الاسم على نفسها وعلى الواحد الصحيح. الأعداد الأولية لغاية المية فهي بتشمل 2 3 5 7، محدش يقول 9، التسعة مش عدد أولي، إنها بتقبل اسم على التلاتة، 11 13 17 19 وهكذا. في موضوع اسمه الفاكتورايزيشن اللي هو التحليل. فاكتورايزيشن إن أنا هحلل العدد اللي موجود عندي لعوامله الأولية، يبقى إذا هي ذا بروسيس، عملية إن أنا بعمل ديكومبوزينج الرقم للعوامل بتاعته. في حاجة اسمها البرايم فاكتورايزيشن اللي هو تحليل العدد لعوامله الأولية، إن أنا يكون عندي مجموعة من الأعداد الأولية حاصل ضربها يديني الرقم الأصلي. يعني مثلا الستة، الستة عواملها تبقى 2 و3، الستة هي عبارة عن حاصل ضرب 2 في 3، ف2 ضرب 3 هي البرايم فاكتورز الخاصة بمين؟ بالستة. الأعداد الأولية مهمة جدا في موضوع التشفير. كل ما يكون العدد الأول اللي موجود عندي عدد كبير، ده بيصعب الأمور على الهاكر إن هو يقدر يجيب الكيز اللي أنا بستخدمه. لإيجاد العوامل الأولية لعدد معين، بنقسم العدد دوت على كل الأعداد الأولية الأقل منه بالترتيب، وبالتالي كل ما بيكبر العدد كل ما بتبقى عملية إيجاد العوامل الأولية ليه أكتر صعوبة. عشان تفهموا حضراتكم، إحنا هنا سؤال بيقول لي هات لي الفاكتورز اللي هي العوامل والبرايم فاكتورز اللي هي العوامل الأولية لل 24. عايزين نجيب العوامل الأولية الخاصة بال 24، هنيجي نقول 24 ونقسمها على أول عدد أولي تقبل الاسم عليه. طبعا نجرب ال 24 على 2، مظبوط تقبل، يبقى 24 على 2 فال 12. نيجي بعد كده ال 12 نقسم على 2 هتديني 6، بعد كده ال 6 على كام؟ على 2 هتديني 3. المفروض إن إحنا بنجرب الثلاثة على الأعداد من أول وجديد، يعني نقول 3 على 2 ما ينفعش، 3 على 3 ينفع، يبقى المفروض نقسم ال 3 على 3 فال 1. طيب هو عايز مني الفاكتورز وعايز مني حاجة اسمها البرايم فاكتورز. الفاكتورز بتشمل كل الأرقام اللي موجودة هنا طبعا مع حذف المكرر، يعني أنت هتقول لي إنها 1 و2 و3 و6 و12 و24، دي اللي هي الفاكتورز. طيب البرايم فاكتورز فين؟ البرايم فاكتورز بتكون هي الجزء اللي على اليسار فقط. حضراتكم تلاحظوا ان كل الارقام اللي على اليسار هي اعداد اوليه، فالبرايم فاكتور هينكتب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. لو لاحظتوا ناتج الضرب بتاع الارقام دي بيدينا 24، 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، في 3 تطلع 24. قوة الأعداد الأولية بتظهر لما الأرقام اللي موجودة عندي تكون أرقام كبيرة جدا جدا جدا. في الحالة دي أنت بتصعب الأمور على الهاكر. ليه؟ لأنه هيضطر يروح يقسم الرقم اللي موجود عندي دوت على كل الأعداد الأولية الأقل منه، يعني ده 42,897,223. إحنا بس هنجرب نقسم على 2 وبعدين 3 وبعدين 5 و7 و11 و13 والكلام ده. تخيلوا حضراتكم انه اول عدد اولي هيقبل الاسم عليه كان كام؟ 5417. تاني عدد اولي يقبل الاسم عليه اللي هو هيكون 7919. يبقى اذا the multiplication الضرب of two big prime number عشان اجيب الكي ده بيسموه one way function،
كلمة one way function هي عبارة عن دالة سهل جدا إن أنت تنفذها، لكن صعب إن أنت تعمل لها undo. easy to do difficult to undo. بمعنى أنا بضرب عددين أوليين كبيرين جدا فبيديني رقم، يبقى أنا ضربت الخمسة أربعة واحد سبعة، ضرب السبعة تسعة واحد تسعة اداني الرقم الكبير ده اللي هو 42 مليون 897 2 2 3. طب هل نعرف نعمل العكس؟ هيكون الأمور صعبة، يعني حلل الرقم ده العوامل الأولية هتكون الأمور صعبة. فالدالة اللي هي بيسموها one way function دي مسمى ليها تاني اسمها trap door function، اللي هي easy to do difficult to undo. يبقى هنا بيقول لي ان trap door function easy to multiply a number، سهل عليا ان انا اضرب الارقام، but extremely difficult، صعب جدا جدا ان انا اعمل undo او اعمل reverse engineering للناتج وارجعه للاصل بتاعه. بيقول لي هنا في الكريبتولوجي يعني في علم التشفير الدوال دي بيسموها one way function. ال one way function بيسموها trap door function. يبقى ده يطلق على الدوال اللي بيسهل تنفيذها ويصعب عكسها او اعاده الارقام المكونه ليها اسمها trap door function. decryption process بتعتمد على معرفه العددين الاوليين المستخدمين لانشاء البابليك كي. حضراتكم بصوا للرسمه معايا كده، هنا في حاجه اسمها بلين تكست النص العادي هندخله مع البابليك كي في عمليه تشفير يديني السايفر تكست. السايفر تكست عشان نفك التشفير بتاعه يبقى احنا هنستخدم البرايفت كي. ليه؟ لان انا قلت ان انا بشفر باستخدام البابليك يبقى فك التشفير باستخدام البرايفت. هنا بلين تكست هنشفره هيكون الناتج سايفر تكست. السايفر تكست هنفك التشفير بتاعه يبقى المفروض انه يطلع هنا بلين تكست، وهنا كان فيه بابليك كي وهنا كان فيه برايفت كي. هنتكلم على مصطلح بيسموه السيشن كي. سيشن يعني جلسه، سيشن كي هو عباره عن كي يتم استخدامه لتشفير البيانات خلال فتره زمنيه معينه وبعدها بيتم اهماله. الهدف منه ان انا اقلل كميه البيانات اللي ممكن يعرفها هاكر لو عرف السيشن كي. اشهر مثال ممكن حضراتكم تفهموا بيه السيشن كي هو الرقم او الرساله الاس ام اس اللي بتوصلني لو انا بحاول ادخل على موقع بنك. بتوصلني رساله فيها رقم، الرقم ده صالح للاستخدام خلال فتره زمنيه معينه، خلينا نقول 5 دقائق. لو حد عرف الرقم دوت عن طريق مراقبه الرسائل الاس ام اس اللي بتوصلني وحب يدخل على البنك بعد ما خرجت انا مثلا ما يقدرش. ليه؟ لان الرقم دوت ليه اكسبيريشن تايم، بعد 5 دقائق محدش يقدر يستخدمه. نراجع شويه معلومات عن البابليك كي سيستمز. البابليك كي سيستمز هي عباره عن انظمه بيكون لكل يوزر فيها بابليك كي وبرايفت كي. البابليك كي بيكون متاح لكل الناس اللي عايزه تكلمه، والبرايفت كي بيكون معاه هو فقط. الميزه الثانيه ان لا يمكن الحصول على البرايفت كي من البابليك كي، يعني لو انا عرفت البابليك كي بتاعك وده حاجه طبيعيه ما اقدرش اجيب منه البرايفت كي الخاص بيك. النقطه الثالثه انه ممكن يتم تشفير البيانات باستخدام اي من الاثنين كي، يا اما شفر البيانات باستخدام البابليك او البرايفت، وفك التشفير بيكون باستخدام الكي العكسي، يعني لو انا شفرت لحضرتك بيانات بابليك كي الخاص بيك يبقى انت تفك التشفير باستخدام البرايفت كي الخاص بيك. لو انت شفرت بيانات باستخدام البرايفت كي يبقى فك التشفير بتاعها هيكون باستخدام البابليك كي. طيب هو هنا بيقول لي ان البابليك كي سيستم ديت هي سيكيور. ليه سيكيور؟ لانه لا يتم تبادل الكيز ما بين السورس والديستنيشن، لان كل واحد عنده الكيز الخاصه بيه. لكن هي بطيئه. طب بطيئه ليه؟ الكيز اللي مستخدمه في البابليك كي سيستم بيكون اللينث الخاص بيها كبير. ليه؟ عشان نصعب الامور على الاخ الهاكر اللي بيحاول يستخدم البروت فورس اتاك وبيحاول يجرب كل الاحتمالات الممكنه لغايه ما يوصل للكي. وبالتالي الكي اللي موجود عندي هيكون اللينث الخاص بيها كبير، يعني معنى كده ان الزمن اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل بروسيسنج للبيانات هيكون كبير، وبالتالي بيؤدي لبطء البابليك كي سيستمز مقارنه بسيمتريك سيستم. يبقى هنا بيقول لي the keys are long in order to provide the required resistance. resistance يعني مقاومه. لمين؟ للكريبتو اناليسيس. كريبتو اناليسيس دول اللي هم الاشخاص اللي بيحاولوا يعملوا هاكينج على الداتا اللي موجوده عندي. هم ما يعرفوش اي حاجه، ما يعرفش البابليك كي ولا البرايفت كي، لكن بيحاول يعمل اناليسيس للبيانات المتبادله ما بين السورس والديستنيشن يمكن يعرف معلومات. يبقى دلوقتي احنا بنحاول نخلي الكي كبير وبالتالي بنزود الوقت اللي يحتاجه اللي هو الهاكر دوت، لكن المشكله انه بيزود لي البروسيسنج اوفر هيد او بيزود لي التايم اللي انا محتاجه عشان اعمل بروسيسنج للداتا،
وبالتالي بيكون البابليك كي سيستم أبطأ من السيمتريك سيستم. جاي بيقول لي هنا إن البابليك سيستمز نادر ما بيتم استخدامها لتشفير البيانات كلها، ما احنا لأنها بطيئة. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا بحاول أستخدم زي هايبريد سيستم، زي نظام هجين ما بين الاتنين، يعني بستخدم البابليك سيستم في تشفير السيشن كي، لكن التشفير الفعلي بيتم باستخدام السيمتريك سيستم. يبقى إذا بيتم استخدام السيمتريك سيستم تشفير السيشن كي المتبادل ما بين السورس والديستنيشن، وبعد كده بنستخدم السيشن كي دوت اللي هو نوع من أنواع السيمتريك سيستم لتشفير البيانات المتبادلة. نراجع، بيقول لي إن البابليك كي سيستم ار rarely، يعني نادرا ما بيتم استخدامها لتشفير هول مسج، لتشفير الرسالة كلها. امال بنستخدمها لايه؟ بنستخدمها عشان نشفر السيشن كي اللي هو شورت سيمتريك كي، بنستخدمه للتشفير. طب طالما ان السيشن كي ده حجمه صغير، يعني ايه الميزه بتاعته؟ معنى كده انه هيبقى البروسيسنج تايم بتاعه هيكون اقل، يعني هيكون سريع. لكن فيه نقطه، هو هيكون سريع لكن هيكون سهل ان حد يقدر يعمل له هاكينج او انه حد يفهمه. طيب ما هو انا عايز اقلل من كميه البيانات اللي ممكن حد يعرفها بان انا استخدمه في خلال ترانزاكشن واحده بس وبعدين بيتم اهماله. يبقى هنا بيقول لي being a short اللي هو السيشن كي محتاج البروسيسنج بتاعته بتكون اقل مقارنه بالبابليك كي سيستم. السيشن كي بيتم استخدامها خلال سنجل ترانزاكشن، يعني في خلال عمليه تشفير للبيانات المتبادله ما بين السورس والديستنيشن مره واحده بس، وبعد كده يحصل له ديسكارد، يعني بيتم تجاهله. ليه؟ لان الريزيستنس بتاعته للاتاك بتكون ضعيفه جدا. يبقى نراجع كده، احنا بنقول بيتم استخدام الاسيمتريك اللي هو البابليك كي سيستم لتشفير السيشن كي وليس تشفير كل البيانات المتبادله. احنا بنشفر فعليا باستخدام السيشن كي. السيشن كي ميزته ان هو بيكون صغير، طوله بيكون اقل من البابليك كي، وبالتالي البروسيسنج تايم الخاص بيه بيكون اقل. احنا بيتم استخدام السيشن كي عشان نشفر البيانات في خلال عمليه تبادل بيانات واحده، وبعد كده بنحمل له ديسكارد. وبالتالي حتى لو حد اكتشفه بأي صورة، فإن كمية البيانات اللي موجودة عندي والرسائل اللي هيتم كشفها ليه هتكون محدودة. زي ما هو بيقول هنا، لو السيشن كي كومبرمايزد أو ديسكفرد، يبقى المفروض إنه كمية البيانات اللي هتتعرف هتكون صغيرة. نيجي لمصطلح تاني بيسموه البابليك كي انفراستراكشر. كلمة انفراستراكشر معناها البنية التحتية. فالبابليك كي انفراستراكشر ديت بتشمل مجموعه البروتوكولات اللي احنا بنستخدمها في البابليك كي سيستم، بالاضافه للبوليسيز اللي هي السياسات والسيرفرات والبروسيجرز والاورجنايزيشن اللي بتوفر لي خدمه البابليك كي سيرفيس. يبقى اذا البابليك كي انفراستراكشر بتشمل مجموعه الاجهزه والشبكات والبروتوكولات والبوليسيز والشركات اللي بتوفر لي خدمه التعامل مع البابليك كي سيستم. هو هنا في النقطة دي بيقول لي إن الانكريبشن إحنا بنستخدمه علشان نضمن الـ confidentiality of data. confidentiality معناها الخصوصية البيانات، لأنه المفروض إن ما بشفر حاجة فإن البيانات بتكون موجهة لفئة معينة من الأشخاص اللي معاهم مفتاح فك التشفير، مش لكل الناس. كمان التشفير بيديني أو بيضمن لي الـ authentication of the sender. لو أنا شفرت لحضرتك بيانات باستخدام الـ private key الخاص بيا، يبقى حضرتك هتفك التشفير ليها باستخدام البابليك كي الخاص بيا. مفيش حد في الدنيا معاه البرايفت كي الخاص بيا غيري انا فقط. اخر نقطه، هو بيقول لي ان التشفير بيضمن لي الانتجريتي اوف داتا. انتجريتي معناها ضمان عدم التعديل في البيانات، ولو حصل تعديل في البيانات بيتم اكتشافه. هنعرف النقطه ديت قدام في مصطلح اسمه الهاش فانكشن. نيجي نتنقل على موضوع بيسموه الاوثنتيكيشن وموضوع الانتجريتي. كلمة اوثنتيكيشن مقصود بيها التحقق من الهوية. انت بتقولي ان انت اسمك محمد، طب انا شعرفني ان انت محمد فعلا، اديني الباسورد بتاعتك، اديني البرايفت كي بتاعك كده اما اتاكد ان انت محمد. يبقى اذا الاوثنتيكيشن هي the process of verifying عملية التحقق من الهوية الايدنتيتي كما يزعم claim، يعني يزعم. يبقى إذن هي عملية التحقق من الهوية والتأكد من النظام ده أو الشخص ده. يعني أنا بدخل على بنك الرجحي، طب أنا شرفني إن ده بنك الرجحي، ما يمكن حد عامل موقع لبنك زي بنك الرجحي وبيحاول يسرق البيانات الخاصة بيا. لا، لأنه في حاجة اسمها الديجيتال سيرتيفيكت،
بيتم تبادلها ما بين البراوزر وما بين السيرفر عشان يحدد أو يتأكد من هوية الموقع الخاص بالبنك. هو بيقول لي هنا إن واحدة من أبسط الطرق المستخدمة في عملية الأوثنتيكيشن هي استخدام الشيرد سيكريت زي الباسورد. في باسورد محددة ما بين السورس والديستنيشن هم عارفينها. لو أنت قلت لي الباسورد يبقى أنت فعلا راجل زي ما أنت بتقول. هنتعرف هنا على مصطلحين كده أو أشخاص هنتكلم عليهم، حاجة اسمها أليس وبوب وشارلي وإيف. دي أسامي أشخاص لكن الحقيقة إنها مش أشخاص، هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر، ممكن تكون سيرفرات أو أجهزة كمبيوتر بيتم تبادل الرسائل ما بينها وبين بعض. فهو بيقول لي إنه في أليس وفي بوب، الاتنين دول عايزين يعملوا شيرنج للإنفورميشن ما بينهم برايفيتلي، يعني المفروض إنه يكون في سكيور كوميونيكيشن ما بينهم. لكن في الشخص او الاخت اللي اسمها ايف، المفروض انها ايفا ستروبر معناها متلصص، هي عايزه تعمل اعتراض للرسائل المتبادله ما بين السورس والديستنيشن اللي هم اليس وبوب، وتحاول تعرف اي حاجه، ممكن كمان تحاول تعدل في الرسائل. اذا ايف المفروض انها بتعمل تراينج انترسبت، يعني تعترض الرسائل، بتعمل لها ديسكفرينج تعرف معناها، ممكن تغير المحتوى بتاعها. هو بيقول لي هنا انه عمليا فان اليس وبوب دي مش اشخاص، لكن المفروض انها عباره عن ديفايسز بيتم استخدامها في الكوميونيكيشن سيستم، ممكن تكون سيرفرات، ممكن تكون اجهزه كمبيوتر مع بعضها.